جوانكا. جوانكا مع مراسلنا ابراهيم الخايف. Gracias a Dios pudimos ganar los tres partidos. توفقنا اليوم وفزنا في الثلاث مباريات. اليوم كان ثالث مباراة على التوالي. Arrancamos muy bien. بداية كويسة في الدوري. Pero bueno, lo extraño un poco a mi hermano Ever Banega para tirar paredes que. لكن اشتقت الوش الأخوي اللي هو Ever Banega عشان نلعب ألعب مع الوان تو واستمتع معه في الملعب. Bueno, sí, la verdad que bueno, me estoy entrenando para eso, para sentirme bien, ayudar a. a mis compañeros y gracias a Dios lo estoy ayudando adentro de la cancha. شوف الحمد لله انا من بدايه الموسم لما رجعت للشباب لان نادي الشباب نادي كبير ولما رجعت لازم انا كلاعب ارجع بقوه واقدم نفسي بشكل افضل لان عملت على نفسي وشديت حيلي من بدايه الموسم وهذا اللي خلاني دائما يعني اقدم الاضافه لزملائي اللاعبين.